الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة سقيا الماء. من شمال قطاع غزة، من وسط الألم، من وسط الدمار، من وسط الخراب، من وسط الحصار، بعد 6 أشهر من الدمار والخراب الذي يعانيه هؤلاء في هذه المراكز أصحاب البيوت المهدمة، هؤلاء الذين هدمت بيوتهم وقصفت بسبب صمودهم في أرضهم وبقائهم. جئنا اليوم إليهم نيابة عن أهلنا الشعب التركي الشقيق لنقدم لهم سقيا الماء من خلال المؤسسة الحبيبة، المؤسسة العريقة، مؤسسة وقف الديانة التركي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء.